مرحبا، اسمي رونزا وأنا فلسطينية من مواليد الأردن. أنا امرأة وعندي الحرية إني أقرر مصيري وأختار طريقي بنفسي. عمري 32 سنة وأنا مديرة مركز ومعهد متخصص باللغات والثقافات الشرق أوسطية، بدرس لغات كمان ومترجمة. برأيي إنه المرأة في فلسطين أو في الأردن بتواجه مشكلة اختيار التخصص اللي بدها تدرسه واختيار المهنة، لأنها مقيدة للأسف من المجتمع اللي حواليها. برأيي إنه أهم خطوة لازم نسويها هي توعية المجتمع وكمان تحسين فرص المرأة في السوق وعدم تقييدها يعني في العمل في مجالات معينة أو في مهن معينة. بس بهاي الطريقة ممكن يعني نتحسن من وضع المرأة في المجتمع وفي سوق العمل. شكرا. أنا بالتأكيد بدعم المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع العربي. وإنتوا؟